اليوم مخصص لجمالك سيدتي، باش انك تكوني دائما في حله ابهى وبشره نضره. اجي نفتتحوا بدايه الاسبوع بوصفه اللي تكون جميله واللي يقدروا يعملوها كل السيدات بمختلف البشرات ديالهم. وقلنا كاين عندنا لكم وصفه جديده اللي هي واش البور دو كاريتي دابا موجود في المغرب؟ نعم زبده كاريتي. تنستعمل مشهد العسل وشويه ديال 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 شويه ديال العسل وشويه ديال الارغان، واخا تنخفوا شي شويه في ماري وتستعملوه كيرطب الشعر بشكل هائل. هذه بالنسبه للسيدات اللي بغاو الشعر ديالهم يكون رطب وتيخلي البشره جميله، بمعنى انه تنحيد ذاك لي بانوار وتحيدوا التجاعيد للبشره، واجمل من ذلك تعطي واحد القوه للبشره، جمال البشره، شباب البشره. نعم حنا تخدموا بهذه الايام بزاف وعطات نتيجه كبيره جدا. بالنسبه للعسل اللي مستعمل في الوصفه استاذ، اي نوع من العسل؟ نخدموا بالعسل الخزامى عطى نتيجه، نقدروا نطلعوا العسل الزكوم عطى نتيجه، عسل السدر، نبداو عسل الليمون ماشي مشكل. نعم حنا تهمنا هو ذاك الخصائص الاساسيه المشتركه بين باقي انواع العسل. ملي كنتكلموا على زبده الكاريتي فهي من الوصفات الافريقيه، وحنا ملي تنشوفوا سبحان الله الناس الافريقيه الا وكتكون البشره ديالهم كتبري بهذا المعنى هذا، يعني انها بشره اللي فعلا ما كتلقاش فيها هدى تجاعيد، ما كتلقاش ان البشره ديالهم يعني حرشه، بل على العكس كتكون الملمس ديالها رطب وكيكون حتى ذاك اللمعان. فهذه طريقه ان الانسان يعمل الوصفه للشعر ديالو وحتى الجسم ديالو. غنعاودوا نذكروا بها بالنسبه للمستمعات اللي مهتمات كذلك بجمالهم ومهتمين بهذه الوصفه الطبيعيه. بغات كاريتي او لا زبده كاريتي شحال ناخذ منها تقريبا؟ ناخذوا 50 غرام 50 غرام. العسل قلتي ديال الزكوم، نقدروا ديال زعما الليمون اللي بغينا حنا اللي متوفر. لا اللي متوفر شحال تقريبا؟ ناخذوا بين 15 و20 غرام. ونحركوه مزيان في الباماري حمام مريم، وناخذوا معاه ناخذوا معاه زيت ارغان، شي حاجه قليله غير قطرات مثلا 7-9 قطرات. هنا في زيت ارغان، واش زيت ارغان اللي كناكلو او زيت ارغان اللي كتكون خام كوسميتيك؟ نعم اللي ما تيسخنوهاش. نعم فتتبقى ديما اللي كيكون لونها ابيض تتميل بيوضا اكثر ما تتميل لو بغان. نعم وكنتمنى اننا ملي نمشي نشريوها صراحه اننا نكونوا نشريو حاجه اللي تكون بثقه واللي راعيوا فيها الناس الضمان تاعهم، لان كان الخلط كثير على زيت ارغان، ان كاين الناس اللي كيخلطوها كيف كنا شفنا نسمع الاستاذ او الدكتور محمد احسن، ان كاين كل واحد شنو كيضيف لها. فكنتمنوا دائما نمشيو على اساس الثقه وناخذوا زيت ارغان ديال التجميل ماشي زيت ارغان اللي كناكلوها، لان هذيك اللي كناكلوها سبحان الله كله كيكون المذاق ديالها يعني. تدير شويه ديال الحرقه في المعده حيت تكرملوها. نعم حنا تنتمنى ان ما تبقاش تكرمل، ونحاولوا نستعملوها بلا ما تكرمل يكون افضل. هذا القناع هذا قلتي نعملوا الشعر ديالنا ونعملوا حتى اللذات ديالنا، نديروا شحال الوقت الفروه؟ الفروه ديال الراس واخا، وترطبوا به الشعير ديالنا. شحال المرات في الاسبوع؟ لا درنا نهاريا نهار لا مزيان كافي. هي دي ميلوغ جميله، لجنا نشوفوا البيغ دو كاريتي مع العسل راس ان دي ميلوغ زعما رائع جدا. والجميل ان اثنان في واحد، غنديروا لشعرنا وغنديروا لوجهنا. كلام صحيح. وزيد عليه ارغان، ارغان زيت خاص مغربي، وارغان وكاريتي خاص افريقي. شوف دابا الشراكه الافريقيه المغاربيه هائله سبحان الله. اتحاد افريقي. طيب هذه من الوصفات الجميله اللي السيدات غادي نقيدوها بطبيعه الحال، غنزلوها للسيدات بعد برنامج على صفحتنا اسره سوق شادي اف ام. اي مشكل عندكم باش تهيئوها ما عرفتيش، نعطيكم ان شاء الله افكار قويه حتى ان شاء الله تستافدوا منها استفاده ومفيده في عده فوائد اخرى نحاولوا نتناولوا. خلينا دابا في الفائده الاولى، وحده وحده غادي تجي ان شاء الله الفوائد الثانيه ان شاء الله. مازال شي وصفه للنمش، يعني سيده كتقول انها عقده، ولكن الاساسي انها تكون وصفه اللي هي سهله ضروري. بخار اليزير. نعم حتى نتائج، علم ان اليزير هو العشبه ديال الامراء نقيه البشره وجمال البشره وازاله التجاعيد. ثانيا تناخذ شويه ديال المرجان مع شويه العسل، تنقي به الوجه ديالنا مزيان، او بوحدو المرجان غير يكون نقي، خصوصا ذاك المرجان اللي تيبقى لتحت تاع الزيت تنسميوه التخت. نعم تيكون شويه قصح جيلاتينو، هذا تندورو به البشره ديالنا ربع ساعه نص ساعه تنديرو عسيله. والعسل اللي ننصحو في هذه الحاله هذه اما الخزامه 100 غرام مع شويه غداء امريكا 20 غرام، حبوب لقاح 5-10 غرامات، او السدره او الزكوم. تندهنو مره جوج ثلاثه المرات، ناخذو نخليوه حتى ساعتين في الوجه ديالنا. نتائج هائلة. ولكن أفضل شيء نزيدو نزينو به البشرة باش تطلع مزيان، كولو المعدنوس خضر.
نعم. مع التفاح، مع الفواكه، مع العصائر، مع الخيار، مع الخس، مع العصير الخيار، مع المعدنوس متى تاخذوا كل تناسوا، لك الحساسيه في الجلد تطفيقوا الصباح بدون حساسيه. ممتاز. داك التكان وداك ما تيبقاش، وهذه كلها استراتيجيات، فديما تكون عندكم حتى تكونوا ان شاء الله. وكل ما حيدتوا الحيواني واللحوم والمقليات والمعلبات تتكونوا اريح. وكان 100% فائده صفر بقايا. الله يعطيك الصحه، 100% فائده صفر بقايا. وسؤال اخر دائما. سلام خديجه حمدي من الدار البيضاء، الشعر ديالي ميدم وكيتساقط وبزاف قوي من القدام. شنو النسخه اللي تعطي للشعر؟ عندها قوي من القدام. اها، ولكن ميدم. بساتاتها عندها قوي من القدام. ولكن بقات انه ميدم. فاش كيكون الشعر ميدم ميدم ما كيبقاش يبان، يعني بالعكس كيقلق وكتولي تغسلو اكثر من القياس. انا غنقترح في هذه الحاله هذه حيت والدام عنده علاقه مع الهرمونات، الغدد ما خدامهاش مزيان. نعم، كاين خلل. تندوروهم بالنحل باش نقدروا من الخدمه. اذا فتنحاولوا نشوف هذا الاتجاه. الاتجاه الثاني شنو هو؟ وتناخذوا ميها وبصله وكيما شويه اليازي المغلى وتنشلوا به الشعر ديالنا. احنا الدم ديالنا تنحيدوه وتندهنوا بسيله، ياك؟ مع شويه المرجان تندهنوا به الشعر، تنقدوا العمل ديال الغدد. هادشي قبل ما تغسل الشعر ديالها. نقدوا العمل ديال الغدد عن طريق الدهنه. ونغسلو بالماء بصله ومغلى اليزير قبل عن نديرو عسيله بالطبع مالش كافي، ونديرو الحيلات ديالنا في وسط النهار في الجنبات ديال الراس. وهذا اسلوب. الاسلوب الثاني، نعم. شكون اللي تيقاد الهرمونات عندنا في الجسم ديالنا؟ شنو؟ قويرب ديال الثوم شوي. ثانيا عصائر الفواكه خضار على طول الاسبوع ما نطيبوهمش، ثلاث ايام الى اسبع ايام. هذا كله تيقاد الهرمونات. علاش؟ لان الفواكه خضار 100% فوائد صفر بقايا. نعم. ثانيا فيها لي زونتي اوكسيدون، تبداو تقدروا الاخطاء اللي كاينه في الجسم، ثم تنقيوا القنوات الدمويه، كوليسترول، الشحوم، الدهون، حتى ذاك الوسخ اللي تيبقى في الجسم نتيجه تناكلوا تنعسوا، تلقاو تيحيدوا تمسرنا الزوائد كلها تلوحوهم، وتلقاو البشره تتلقى الراحه ديالها والتوازن ديالها. بغيت نسول الدكتوره كان ممكن اختي الله يبارك فيك. بطبيعه الحال مرحبا بك عثمان. شكرا الله يحفظك. بغيت شي وصفه لك الممكن ديال الصلع، ديال الصلع وراثي ديال تساقط الشعر لك الممكن الله يحفظك. ديال الصلع وتساقط الشعر، هذا سؤالك الوحيد عثمان ولا عندك سؤال ثاني؟ والسؤال الثاني لك الممكن، عندي بغيت ممكن تنقي ديال الوجه، يعني عندي التجاعيد وكنت من العين ديالي. شحال العمر ديالك عثمان؟ العمر ديالي 26 سنه وسادة. باقي صغير. اليوم خاصني نساء صاحبي. هذه خلينا نعرف انا وياك. لا راه كيتجمل كذاك النساء ياك عثمان. ماشي مشكل استاذ، ما عندي حتى مشكل في النساء الوجه، انا داوي معك على ذاك على. لا لا حتى وصفه الوجه عثمان حقك عثمان. حقك اسي عثمان. لا ما عندي حتى استاذ، ما عندي حتى مشكل. المهم هذا وصفه ديال الصلع هو اللي عندي. مرحبا بك عثمان. غير باش نفهموا بالنسبه للوجه ديالك، واش بغيتي تنقيه الوجه من الحبوب ولا من التجاعيد؟ لا الحبوب ما عندكش حبوب، من النقاط وداك الشيء ديال. سؤال اخر. عثمان من صراغنا كيعاني من الصلع وتساقط الشعر، واسئله عديده استقبلناها بنفس الموضوع. الناس اللي كيعانيوا من تساقط الشعر لكن الرجال ماشي النساء. الرجال عندكم عند الحمد لله كاين الجمال عندكم في القلعه. السيده موريتانيا عيطت لي تبعت ثلاث اشهر كان عندها الصلع طلع على الشعر ثلاث شهور. نعم. شنو الوصفه اللي عملات؟ البول ديال الجمل. نعم. جبل تيبول هي تدير راسها تحت منه. لا ماشي مشكل. لا تاخذ، كنعرفوا ان هذه الوصفات صحراويه يعني كتخدم بشكل كبير. وجات عندي من موريتانيا المغرب فرحا. نعم، خاصة تمشي حتى لموريتانيا ولا تمشي حتى لقليومي. موجود البول ديالها كاين هنا في الدار البيضاء. موجود. لا موجود حتى في القلعه. كاين وكاين سوق السبت في السطات والسبيت عندنا هنا موجود الخير. كنتمنى غيكون الناس يراعيوا الضمير ديالهم يعني. لا لا عندنا سقيين، عندي واحد في العروي رجل مبارك هو عنده تبارك الله الخير موجود، موجودين هنا. غادي نحاولوا ان شاء الله غنركزوا شويه وننظموا لكم هذا الامر ان شاء الله. تاخذوا ابوال الابل في الراحه ان شاء الله. ان شاء الله. عثمان عنده سؤال ثاني لكن هذه المره كيخص الوجه ديالو، بغى تنقيه الوجه من التجاعيد. نعطي واحد تنسى وصفه اللي تكون للزوج بيناتهم. بالطبع غادي نديروا خل التفاح والمرجان 50 غرام 50 غرام، ندوه به وجهنا ثلاث مرات في النهار، نديروا عسيله السدره مثلا 200 غرام. نخلطوها مع العسل والمرجان؟ العسل خل التفاح والمرجان بوحدو. خل التفاح والمرجان ندهنوا به وجهنا باش نقيوا الوجه من الدهون. مزيان. ثانيا غادي نديروا عسل السدره 100 غرام 200 غرام، تنديروا في غذاء ملكه 30 غرام، حبوب اللقاح 15 غرام، تنخلطوهم مزيان، تبداو تندهنوا على وجهنا، تنخليهم نص ساعه حتى ساعه ونص، ثلاث مرات في النهار.
يا قويله ديال الثومه زيت الزيتون على الريق اساسيين، ماء بصله والعسل باش نقيو ولكن تنحيدوا الحيواني. نعم. قاعده اساسيه في الامراض الجلديه والمشاكل الجلديه. نقطه اخرى اساسيه قريسه النحل حول البقع اللي فيها الحبوب. نعم. تخوا موا تطلع المسائي في امان الله. اذا تبارك الله اللي عنده شي عرس قريب يعين منها شهر شهرين نعطيهم هذه الاساليب، دوره كوينيه خاصه مجانيه. ان شاء الله. لساعة النحل احنا ما تنتخلصوش فيها. نعم، هذه دورات تكوينيه لساعة النحل. لا حتى في البرنامج. ممتاز. يجي ياخذ البرنامج كامل. ممتاز. ومع التكوين ولكن لكن راسه قاسه شويه العصا. نعم، مشكور بزاف الاستاذ والباحث كريم عبيد العالم.